الانسان اللي حبيته ونويت عليه في الحلال اللي هي رفضتني. علاش رفضتني؟ معناها ما نلومش عليها، خاطر يمدني على الفري فاير، غيرت القلب نتاعها ناحيه هذاك في بلاصتها بكورونا. كان حابش نهدي لها في العيد الحب ام بيكورونت ولشتوتغان. انا تحب صاحبي قال لك اهدي لها الدم تو تحب. والله سيدي حط كعبه ثلج، عندي كعبه ثلج والله نعطيه له. قولها ان شاء الله تطلع في النبوه في السكو في فهمت؟ ان شاء الله تولي محترف. هاي سيدي انا قريت حتى قلت لها والله لا عندي اسمع عندي كرتوش صغير شو اسمه سلاح صغير هذاك والله ندز على سكواد كامل ونموت معاها نورمال. حضر روحك من طوال عيد الحب. والله مانيش محضر عيد الحب. علاش؟ خاطر تو سينجل. ما عندك حد؟ عندي حد. شوف فما ثلاثة أنواع من الحب بالنسبة لي. الحب نتاع والديك بالطبيعة وخواتك، الحب الثاني هو نادي الفريق إن شاء الله ترجع لاباس، الحب الثالث أنت تقصد الحبيبة معناها فهمت؟ أكيد أي فما اللي ما يحبش يروي كذب عليك معناها أخي في قلبه صبورة كحلة، مو أي إنسان يحب فيني. الإنسان اللي حبيته ونويت عليه في الحلال اللي هي رفضتني معناها فهمت؟ علاش رفضتني؟ معناها ما نلومش عليها، خاطر يمدني على الفري فاير فهمت؟ كان حابش نهدي لها في العيد الحب ام بيكورونت ولشتوتغان معناها تحب فهمت؟ هي اللي مدمنة على الفري فاير. مدمنة على الفري فاير وما تنجمش تعيش حتى فهمت؟ ما عندهاش وقت للحب. ما عنديش 24/24 وحتى النهار معناها قلت لها راني قلت لها العب معاها فري فاير. مو المشكل كي نلعب الفري فاير ضيعت لي برشا حوايج اللي هي فهم اهم من المستقبل معناها مهم لي قبل هي فهمت؟ ولعبت معاه على فكره فري فاير تلعب لي مع اولاد معناها فخ اخرين وتحس فما خيانه فهمت؟ صاحبي قال لك اهدي لها الدم تو تحب. والله سيدي حط كعبه ثلج، عندي كعبه ثلج والله نعطيه له. هاي سيدي انا قريت حتى قلت له والله لا عندي اسمع عندي كرتوش صغير شو اسمه سلاح صغير هذاك والله ندز على سكواد كامل ونموت معاها نورمال معناها فهمت؟ اكثرش من هيك. الحب حب فري فاير فهمت هذا يعتبر الحب وهي بالحق بالرسم وهي رجعتني نلعب في الفري فاير فهمت؟ والله على خاطرها وليت نلعب فري فاير فهمت؟ ايش تحب اكثر من هيك فهمت؟ النهار حكيت معاها بالحق ونويت عليها في الحلال وعلى الغالب صرحتني معناها وما نوميش فهمت؟ كيفاش صرحتك؟ قالت لي ما نجمش هذا معلم راني قالت لك نفيق من النوم شوف كان في اللعب فري فاير راني نحلم سلاح نحلم حرب في خيال تجي انت تجي في بلاصتي شبيك نورمال انت فهمت؟ قالت لي ما حق راني قلت لك القلب نتاعها ناحيه هذاك في بلاصتها بيكورونت هادي مش جبلهم من جيب جبلهم بيكورونت والدم ايش تحب تقولها؟ نقولها ان شاء الله تطلع في النبوة في السكو في فهمت؟ ان شاء الله تولي محترف. هكا هو يزيها فيها البركه. حتى تتمنى لها الخير على الاقل. فيها شنو هي؟ تعجبني يا سين صريح فهمت؟ كل شيء تعتمد على الصراحه. مش مثلا تقول لي تبني معايا علاقه وانت جيت معناها تشوفي لي كشكل ومعناها وكلغه فهمت؟ ولا وش عندي في جيبي؟ الحق راه الحب بالرسمي راه الحب تو هات اش عندك معناها يا ودي وليت نلبس اكثر من وزيرنا معناها فهمت باش نظهر لها اللي نلبس عليا هي بالحق الحكايه اللي حكيتها ولا تفادلك صحيح صحيح على الفري فاير بالحق الفري فاير يس خلينا نحكي سرير معناها شوي تو حاليا بصراحه الحب معناها اش عندك في جيبك واش لابس وكذا وشنو البرفال معناها البرفال اللي تستعمله بالحق تكون معاك مثلا تعطيك راي بالحق راي بالحق ولا توصل تعرف تمثل راي بالرسمي راه والانسان بالحق راه قلبه حنين راه معناها ونيه يحبها بالرسم انت تغري تقول تغزر له في عينيه هكا شويه تسيين ذوب يا ودي تعطي بالحق راي تحكي معاك 24 ساعه 24 ساعه والوقت معناها تلقاه مع شكون تحكي معناها مبزو مع واحد اخر معناها واحد حطاته وجيست معناها حبيبها والثاني حطاته معناها اللي هي معناها ضيع به الوقت علاش معناها بنت عمي راه ما لوميكش معناها يجي يقول لي راني ما احشيش بيك اشني مشك ايش عيب راني نسيت راني فديت منك نحب نبدل فهمت عطيت بها معناها التجربه هذه ريت اقسم بالله ولد ضد الارتباطنا
بالحق والله كليت زوج كفوف في انا في حياتي وليت ضد الارتباط بالحق والله ساعه اكثرتها في تونس لهنا عادي نورمال تحس الخيانه كعبه حلو بالحق تحسها كعبه حلو علاش بنت عمي خينا كي نكون معاك راجل معناها وبالحق تقين نحب ضمير معناها ريت كي ندخل معاك ريلاسيون راني صادق معاك علاش تكون يفهم معناها مشكون مو انت جي قول لي راني كذا كذا فهمت بالحق يحصر الحب بالحق في التسعينات والسبعينات فهمت فرق شاسع بين ذاك وذا كيف فقت بها اللي هي تخون فيه كنقول لك ما انا ما تصدقيش اقسم بالله غير فات لك قاعد مره في الفرش قلت لها راني شفتك مع تونس في سوندرفيل قالت لي بالله سامحني اخر مره ماش شخص ولينا كذبتها اصلي خيلت اسمه تونس لا قلت لها في تونس معناها في سوندرفيل فهمت قصدي قلت لك ايماجيني حسيت فما شيء قلت لك مرات من الكلام ومن التصرفات تكشف الانسان يعني انت جربت تقولها شفتك مع شكون قالت لك اي سم يا حمد ليك حق تحس لا خاطر الشك مرات تقول لك الشك ادي لك انا ماني شكيت فهمت قلت لها راني شفتك في تونس وهي الحكايه كلها هكا قالت لي راني سامحني اخر مره قلت لها يزي ما سامحتك يزي ما صبرت معاك كل واحد على روحه فهمت سامحت انت قبل على الخيانه لا سامحنا ريت نسامح واش باش يدوم اخي انا سامح سامح اما تكونوا معناها صحة صحة بينات خاطر انت معناها تو وليت شنو ندخل معاك في علاقة وزيد توتري لي اعصابي وكذا وتفزدي لي في الحياة نتاعي ما حشيش بيك فما حاجات ما اهم عندي مستقبل في حياتي تو بالحق تو كان وقت ال كيفاش نفسرها لك وقت تو حاليا في مخي اعطيني نخدم ولحصلت معناها دخلت في ريلاسيون راني ناوي على الحليه معناها يزي خي بالحق يزي يزي مع واحد انسان كبير سيين فهمت ياك وصلت ميساج نتاع الفري فاير وصل ميساج توا للي خانتك راني مسامح دنيا واخره وان شاء الله ربي يفرحك وعشنا ايام احسن ايامات في حياتنا فهمت ومانيش اعداء على فكره لك انت قتلت لي بوي ولا انا قتلتك ولا سبيتك فهمت رانا نبقوا اصحاب في الدنيا خاطر معنا عشنا احسن ايامات وعدينا اخي بايامات فهمت وان شاء الله ربي يفرحك بك الانسان اللي حبيته ونويت عليه في الحليل اللي هي رفضتني علاش رفضتني معناها ما نلومش عليها خاطر هي مدمنه على الفري فاير ريت القلب نتاعها من ناحيه ذاك في بلاصتها بكورونا كان حابش نهدي لها في العيد الحب ام بي 40 ولشتوتغان معناها تحب صاحبك قال لك اهدي لها الدم تو تحب والله سيدي حط كعبه ثلج عندي كعبه ثلج والله نعطيه لها نقول لها ان شاء الله تطلع في النبوة في السكو في فهمت ان شاء الله تولي محترف اي سيدي معناها ريت حتى يقتلوها والله لا عندي اسمع عندك كرتوش صغير شو اسمه سلاحك صغير هذاك والله ندز على سكواد كامل ونموت معاها نورمال